ورب العالمين شو بقول لك بهالحق بهالموقف، موقف الاستضعاف، اهلنا ضعفاء، نحن ضعفاء الان. هل وشروه بثمن بخس، بعد ما ايش؟ بعد ما اجت السياره، وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلى دلوها. سياره حتى قيل هاي السياره ضايعه، ناس ماشيين ضاعوا، وصلوا للبير مش اصل الطريق لهم. فالله لما بده يعمل لك مخرج من عنده ما بتعرف كيف، جعل المخرج من البئر ناس ضايعين، وجعل المخرج من السيج برؤية. فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. قال لك وأسروه بطاعة، اعتبروا الله والله عليم بما يعملون. قال وشروه بثمن بخس، إذا لم يعلم أهل الدنيا قدرك فالله يعلم قدرك. العبرة بالملأ الأعلى وليس بالدنيا بما فيها، دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول أكثر من يزهد بالإنسان من؟ أهل بيته وأهل منطقته. بتلاقي إنسان والله واصل، عالم من العلماء، طالب علم، حافظ للقرآن، كذا بقول لك فلان بتضحكوا عليه بتمسخروا عليه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قوم يا زلمة، بيتكلموا عليه. فكانوا فيه من الزاهدين. العبرة أن الله سبحانه وتعالى قد يرفعك، وقد تكون عند الله بالمنزلة العظيمة، ومن حولك يزهدون بك ويشرونك بثمن بخس دراهم معدودة. فوكل أمرك لله والله المستعان.